لمزيد من المتابعة ينضم إلي من الخرطوم مراسل غد محي الدين جبريل. إذن محي، هذه دعوات جديدة للخروج للتظاهر مرة أخرى تطلقها نقابة المهنيين السودانيين، إذن ما الجديد في المظاهرات وما الجديد في الدعوة نفسها؟ وإلا ربما الدعوة هذه لم تختلف كثيرا عن دعوة الأسبوع الماضي. اعتاد السودانيون على تلقي في وقت متأخر من مساء الخميس جدولا جديدا لما يسميه تجمع نقابات المهنيين والقوى السياسية المتحالفة معه، عمليات النضال السلمي خلال الأسبوع. اليوم في الجدول هنالك معايدات أو زيارات اجتماعية لأسر الضحايا من الجرحى والمعتقلين، كما دعا التجمع لاستمرار التظاهرات كل في موقعه وحسب تقييم وضعه ميدانيا. أهم ما حمله الجدول الأسبوع أيضا للاحتجاجات هذا الأسبوع هو أن يوم الثلاثاء ستكون هنالك اعتصامات ووقفات احتجاجية للمهنيين في قطاعاتهم المختلفة، إضافة إلى موكب رئيسي سيتم تسييره يوم الخميس في الخرطوم وعواصم الولايات أو مدن أخرى في الولايات. لكن بصورة عامة جدول هذا الأسبوع للعمليات الاحتجاجية السلمية لم يختلف كثيرا عن جدول الأسبوع الماضي، فقط حسابات الأرض هي ما ستحدد ما إذا كان ستكون الاستجابة لهذه الاحتجاجات هي بنفس الحجم الذي كان الأسبوع الماضي، حيث شهدت الخرطوم تظاهرات ليلية في عدد من المواقع، إضافة إلى استجابة ربما كانت كبيرة خرج فيها الآلاف نهار يوم أمس في الخرطوم ومواقع أخرى في التظاهرة الكبيرة التي دعا لها تجمع نقابات. نعم محي، شكرا جزيلا لك محي الدين جبريل مراسل غد، كنت معي من الخرطوم على كل هذه المعلومات.